في ظل غياب خطة واضحة وشاملة لأزمة النفايات، تعويل على المبادرات الفردية. شو بتعملي عادة بنفاياتك؟ إنه بكيس ومنكبه مثل ما شايفة. ولا مرة جربتي تفرزي؟ لا، إنه ما في فرز. ليه؟ بتعرفي إنه في محلات بياخدوا المفروزات تبعك وبيعطوكي حق مصاري، يعني فيك تبيعيها؟ والله؟ وين؟ وصلنا هون على محطة الاي بي تي بالفيدار، وتحديداً على الأوتوستراد صار في مركز لبيع النفايات المفروزة تحت عنوان درايف ثرو. يعني من بعد ما تكوني فرستي نفاياتك بالبيت بتتوجهي على المركز لتبيعيهم. أول شي بيزنولك النفايات وبيسعرون حسب لائحة الأسعار المحددة لكل نوع، وبتقبضي حقهم أو فيك تتبرعي فيهم لإحدى الجمعيات المحددين على السيستم. الدرايف ثرو منا جديدة، بل بلشت من سنتين بفكرة من مؤسس مؤسسة إدارة نفايات لبنان LWM وبالاشتراك مع شركة آي بي تي النفطية. فبعد ما افتتح أول فرع على محطة الآي بي تي بالصالومة من سنة، افتتح فرع جديد على الآي بي تي بالفيدار صديق للبيئة، بيشتغل على الطاقة الشمسية ليصير جزء من 4 فروع بكل لبنان. بعتقد أنه أكتر طريقة تحفيزية ممكن تكون لها أنه عن جد نقنع العالم أنه الفرز هو مش بس ثقافة وبيئة، هو دورة اقتصادية كاملة متكاملة. الفرع اللي مثلا فتحناه بالآي بي تي في الديكوينة أكتر من 300 طن، يعني وأكتر من 25,000 مواطن إجا لعنا. كثير مهم أنه يصير الشراكة بين القطاع الخاص والإدارات الرسمية والإدارات المحلية والبلديات. بس ليش آي بي تي؟ ببساطة لأنه هالشركة قررت تتحول من شركة نفطية لشركة طاقة صديقة للبيئة، وذلك من خلال التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة النظيفة وكذلك المتجددة على مستويين، أولاً للتخفيف من انبعاثاتها، وثانياً لتساهم بالمحافظة على البيئة ونشر الوعي حول هالموضوع. وهي أطلقت مشاريع عديدة بهالمجال من ضمنها فرز النفايات. اي بي تي بنعرف انه نحن نشاطنا التجاري هو بطبيعته يحدث ضرر بيئي، نحن مسؤولين اكثر بكثير من غيرنا بانه نحن نكون لراس لائحه الشركات والمؤسسات يلي هي ملزمه انها تعيد النظر جذريا كيف عم مارس نشاط التجاري يحدث اقل نسب من الضرر والمخاطر على البيئه وعلى التلوث بشكل عام. على امل انه تتحول هالمبادرات الفرديه لثقافه عامه ونمط حياه لنحافظ على بيئتنا ووجودنا على هالأرض.